بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا اصبح الاتحاد العلمي العالمي لطب الاسنان GSDA منبر للعلم والمعرفة لكل اطباء الاسنان في العالم. اهم النقاط اللي يناقش في اجتماع اليوم بحضور دول الاعضاء، طبعا نناقش امور مهمة جدا، اهمية العلم، اهمية الابحاث في مجال طب الاسنان، تعليم المستمر، كيفية دعم دول الأعضاء، وأيضا أهم شيء اللي احنا اليوم الهدف اللي أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة، أن دبي لازم يكون سنة 2020 يكون رقم واحد بالنسبة لإيدك دبي. اليوم أصبح عندنا 1500 سفير من 155 دولة، فهذا الكل بنناقش اليوم كيف أهمية وكيف التوجيهات وكيف الأمور حتى نحقق هذا الهدف. شكرا لإندكس للإعلام، ما أقول أي شيء لأن دوركم كبير لإبراز إنجازات إيدك، فنتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا.